الخير واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من صحتين وهنا. تحياتي لكم، وانا بالنسبه لي بدي اقول لكم كل سنه وانتم سالمين، بما انه هاي اول حلقه انا بشوفكم فيها لايف من بعد راس السنه. ان شاء الله يا رب هيك سنه جديده تكون مليانه خير وبركه ومليانه حب كمان عليكم جميعا يا رب. مع اني بدي اقول لكم تصبحوا على خير بعد الاجواء اللي عم بشوفها برا. شايفه هاي جو نوم، هلا جو تحت الحاف، جو دفى، جو كاسة الشاي، فخليكم دفيانين وخليكم معنا اليوم بوصفات كتير طيبة أكيد رح تكون مع أحلى شيف هانيا. شيف كل عام بخير وأنتي بألف خير يا ربي، وأنا هي أول حلقة إلي كمان بهاي السنة، فإن شاء الله بتكون سنة خير علينا كلنا إن شاء الله يا رب شيف. إن شاء الله زي ما قلتي أنتي، اليوم هلأ الجو بده كنكنة وبده دفى وبده هيك، فإحنا بالزبط. عاملين اليوم بآخر عاملين هوت شوكليت بطريقة برضه هيك منزلية لذيذة إن شاء الله يعني. يا ربي طيب يعملها حلو. الواحد هيك يعود يتدفى. حلو كتير. طيب إيش الوصفات كمان غير الهوت شوكليت اللي عملت لنا إياها اليوم؟ أنا شايف هيك وصفات طيبة وملونة. ملونة كتير كالعادة. ملونة. عاملين اليوم أكلات من الفار إيست، عاملين التشوميان النودلز اللي هي نودلز معها دجاج بطريقة كتير زاكية ومعها خضار طبعا. أوكي. وعاملين سلطة تايلندية رح تكون بالمانجا كتير طيبة، وكمان عاملين الهوت شوكليت. يا عيني فثلاث وصفات لذيذين ان شاء الله هيك على ذوقكم. وهدول الوصفات بحب احكي لكم انا يعني في ناس كثير بيقولوا لي انهم كثير زاكين لما بياكلوهم عندي بالبيت، فحلو انكم تتعلموهم وتعملوهم كمان انتم هلا بهالوقت. حلو، احنا رح نجربهم كمان. شوف هانيا اليوم انا بقول لكم كمان قد ايه زاكين رح يكون الوصفات، يعني احنا بدون ما نقول لكم احنا عارفين ان شهادتنا فيكي مجروحه شيف هانيا واكلاتك كثير زاكيين، فاكيد رح نبلش معاكي. بس خلينا نقولهم انه تابعونا، خليكم معنا، معاكم على اللايف مثل العاده، اعملوا شير لو سمحتوا، اعملوا شير لحلقه اليوم خلوها توصل لاكبر عدد ممكن. تابعونا على لايف عمان تي في كيتشن وايضا عمان تي في اوفيشال، احنا معاكم على الفيسبوك اكيد ان شاء الله بحلقتنا. ورح نبلش هلا معاكم بالوصفات. ايش اول وحده؟ النودلز. يلا نودلز بالدجاج تشوميان. عندنا 750 جرام صدر الدجاج مسحب من الوطنية، ولا نقع الدجاج بدنا بودرة الثوم والبصل، بابريكا، ملح، فلفل أسود، معلقة كبيرة نشا وزيت. وعندنا 400 جرام نودلز، بصل، 3 حبات فليفلة ملونة، كوب ملفوف أبيض، سنين ثوم، عندنا جزرة، فلفل حار، زنجبيل، 3 كوب صلصة الصويا، 3 كوب صلصة ترياكي، معلقة كبيرة زيت السمسم. أما للتزيين بدنا سمسم محمص وبصل أخضر. هم قصدهم طنجرة ملفوفة أبيض. طنجرة مش كوب، طنجرة. ما هي لما بدك تقطعيه صعب انك يعني صعب كثير مثلا اقول لكم قطعوا 200 جرام ملفوف، لانه احنا بنجيب هالراس الملفوف الصغير وبنستعمله. هلا الحلو انه بالاكلات الاسيوية زي الاكلات الصينية وهيك كثير بيستعملوا الملفوف. صح. وهذا الصراحة شيء زاكي، وبيستعملوا كثير كمان خضار مشكلة زي هيك. فحلو احنا جايبين اليوم تشكيله منها، جايبين الفلفله الحمراء، الصفراء، الخضراء، وكمان الجزر. هلا برضو كمان زي ما انتم بتعرفوا كلياتكم الاكل الصيني قد ايه مشهور بالثوم وبالزنجبيل وبالفلفل الحار، فاحنا هينا مستعملينهم عندنا اليوم. هلا بالنسبه للدجاج، انا جبت دجاج صدر دجاج مسحب من الوطنيه وقطعته لمكعبات. نقعته فانيتا نقعه خفيفه، يعني حطيت له شويه زيت، حطيت بابريكا زي ما مكتوبين عندكم، بابريكا، بودره ثوم، بودره بصل، فلفل اسود وملح. هلا طريقه القلي تبعته رح تكون، انا رح اقلي الدجاج واحطه بالاخر عشان يضل محافظ على شكله. رح نعمل له ديبينج بطحين ونشا. انا كنت بدي اعملهم اقلي شوي قبل الحلقه، قلت عشان الحق انه نخلص على الوقت. هي رح نتاكد، اظن صار لها زمان. مفروض لا، بس والله شكل حدا طفيها كان. جد. اوكي يلا مش مشكله. هلا هيك اثنين. بدها شوي لسه يعني يلا مش مشكله. ما هو هلا الوصفه هاي رح نعملها مع النودلز. النودلز زي ما انتم بتعرفوا في كتير انواع، في نوع اللي بيكون بالاجز اللي هو بينعمل بالبيض، في نوع بيكون اللي بالرز اللي بيكون الشفاف كتير. بدكم تتعاملوا مع كل نوع نودلز على هوا ايش مكتوب على الباكيت تبعه، على الاستعمال تبعه.
هلا اللي بكون بالرز عاده بس بنحط عليه مي دافيه وبنتركه ما بنغليه ابدا ابدا، بنتركه دقيقتين وبنكب المي عنه. اذا بدكم تستعملوا زي ما حكينا كل نوع له طريقه استعمال معينه. أوكي. هذا اللي هون عندي رح احط عليه مي مغليه، ما رح اغليه، برضه رح احط المي المغليه اتركه 3-4 دقائق وبعدين اكب المي. ما بده يعني ما بده شغل كثير. لا ما بده كثير. هاي رح احط عليهم المي. تمام. وانت عم تحط المي عليهم شيف هانيا، خلينا نسلم على كل القاعدين عم ببعثوا لنا، تحياتي لكم ومسا الورد والفل ياسمين على الجميع. اخلاص المنصير تحياتنا لك يا اخلاص، بتقول لك معاكي شيف هانيا بطلنا نحتار شو نطبخ. دائما عم بطلع والله هي قد ما بقدر افكار بالزبط. ومعكم انتم يا اخلاص كمان صار دائما الواحد متشجع يطلع افكار اكثر 100%. ووليد العباسي تحياتنا لك يا صديقنا، بقول احلى تحيه بحرينيه لارقى واطيب والطف ثنائي، زمان عنكم اخواتي فانيتا والشيف هانيا، والسنه الماضيه ما طلعتوا الاف ما طلعنا شايف يا وليد. طب اعطونا اف يعني طلعنا شوي كانت كل الدنيا معطله يعني، فهاي هي بالضبط. أنور حطاب تحياتنا لك بسلم علينا، بقول أحلى وردتين، شكرا لك يا أنور تحياتنا لك. وفاء كمان بتقول كل عام وانتم بألف خير على الجميع، شكرا بألف خير لك وانت بألف خير يا رب. وام محمد دويك بتمسي علينا كمان شيف هانيا، أهلا وسهلا فيها ام محمد الرائعة، ما يحرمنا من مسجاتها الحلوين والله بتجنن، كلهم بجننوا شيف هانيا. وهي ام عادل الحطاب وام عادل كلهم، ام عادل عم بتسلم علينا برضه بتقول لك كل عام وانت بألف خير شيف هانيا، وصفاتك العاده روعه، تسلم الايادي وانت بألف خير يا ام عادل. فتحياتنا لكم جميعا، بتقول اشتقنا لك ام دويك. ام محمد، محمد دويك بتقول اشتقنا لك، وين الغيبه؟ والله سافرت سافرت سفره صغيره ورجعت لنا، احنا كنا اشتقنا لها والله، وانا اشتقت لكم كمان كثير صراحه. لا وهيك كلياتنا حماس اليوم. حاضر حاضر أوكي. حاضر يا اختي حاضر. طيب معناته شيف هانيا خلينا نقليهم القلي بالضبط ونروح لفاصل صغير، بكون هم ايش استووا يلا. رجعنا معكم، رح نكمل بوصفاتنا لليوم بحلقتنا. بلشنا معكم بالنودلز وحطينا الدجاج لحتى نقليه وطلعنا للفاصل صح. وهلا النودلز زي ما انتم شايفين يعني انا قدامكم حطيت عليهم المي، هيهم بدو هيك يفكفكوا عنا. هلا زي ما حكينا النودلز تقدروا تستعملوا اي نوع، واذا ما عندكم نودلز بالمره بتقدروا تحطوا، انا احيانا بعملها بحط سباجيتي الرفيعه كثير او اي نوع انتم بتحبوه يعني حسب الرفع. اسلقوها سلقه نص سلقه وصفوها بس طبعا هي يعني زكاوتها تكون بالنودلز الاصليين فهينا احنا عاملينها هلا هيك. زي ما بس بدي ارجع اذكركم اني انا ما غليتها، انا بس حطيت مي مغليه عليها. هاي رح اقيمهم واصفيهم عشان نبدا نستعد لان نقلي الدجاج اللي عندنا. بدك تقيمي الدجاج ولا بدك تخليه؟ اخليه شوي صغيره بس احمشيهم خليهم يتحمشوا. هلا هي الفكرة انه الطحين مع النشا هذا الخليط هو اللي رح يعمله فلافي ولذيذ. هيها فلافي عادي فلافي هيها جوا فلافي. هي فكرة اللي حطينا احنا عملنا ديبينج للدجاج بالطحين وبالنشا هي اللي رح تخليه هيك يصير عنا يقرش ولذيذ. فهي هون خلص هي استوى، طبعا احنا عملنا نقليهم زي ما تعودتوا علينا بزيت الكرم. طبعا. هلا رح اقيمهم اوكي ونحطهم فوق الجاهزين فوق الجاهزين فوق السحر فوق السحر فوق السحر اللي بنعمله دائما. طلعوا كل الملاقط مستعملين احنا بالضبط هيك ممتاز. هلا بس يجي عليهم كمان خلطه النودلز مع الخضار الحلو انك صفيتهم كمان شفت ايوه ونصفيتهم صح حتى ينزل اي بواقي للزيت منهم. وزي ما حكينا النشا رح يعطيهم قرشة زاكية أكيد. خلص هي هيك صارت خالصة، رح أقيم الزيت ونحط بداله الوك عشان نبدأ نستعد للقلي. إيش بدك؟ ضعتي فجأة حسيتي صح؟ بتحس علي بنت أنا ما بحكي بس هي بتحس لحالها بصير هيك أتحرك شمال يمين
هي هاي الأكلة قدي زاكية وقدي سهلة بس صراحة انتبهيه لو سمحتي على مهلك. أيوة بتوسخ على مهلك. أوكي مش مزحة زيت. لا لا مش مزحة أبدا. أوكي تعرفي مرة واحدة علمتني إشي على الزيت إنه كيف لما الواحد بده لا سمح الله ينحرق أو إشي إنه كيف بيقدر إنه يعالج إيده لما بتنحرق. أنا بزمناتي هي قصة قديمة كنت محمية زيتي كتير وحطيت إيدي هيك حتى إني أحسه إنه صار حامي ولا لا، وبعدين في حدا نقزني دخل على المطبخ وعمل صوت فإجت إيدي شوي على الزيت فانحرقت. فواحدة قالت لي وقتها هلا بذكرها دائما قالت لي امسكي زبده بارده من الثلاجه او طحين بارد وحطيهم على ايدك واعملي فيها هيك. طحين بارد ما في بس زبده بارده. بارد أوكي. يعني طحين بدك تكوني حاطتيه بالفريزر ومحضره حالك ومش عارفه شو بدك الطحين بتحطيه بالفريزر بتستني شوي عليه بعدين بترجع بتاكل تكون ايدك خلص بتكون ايدك ولت بعيد الشر. مزبوط. فكتير كانت منيحه ولفيتها بالفعل بشاش وبالفعل لبعد ساعة هيك إشي طبعاً هي كانت دايبة الزبدة دابت على حم الإيد بس ولا إشي ضل على إيدي ما شاء الله الصراحة. هلا أنا اللي بعرفه كمان إنه كتير من الشغلات المفيدة إنه يكون عندك بالبيت دايماً جل ألوفيرا. مزبوط صح. يعني مش اللي ما يكون اللي فيه روائح وأشياء لا اللي هو يكون الألوفيرا الصافي يعني 99% بيكون إنه بيور ألوفيرا. وهلا كثير ناس صاروا حتى عمالهم بيزرعوا عندهم نبتة الألوفيرا اللي هي الصبار وبيفتحوها وبطولوا الجل اللي بقلبها 100%. طيب هلا عشان نعمل النودلز زي ما أنتوا شفتوا صفيناهم هون وقلينا الدجاج. هلا رح أعمل الصلصة تبعتهم. كيف رح نعملها؟ حطيت أول إشي الزنجبيل والثوم وكتروا كمية زنجبيل وثوم تطلع أطيب. رح نحط شوي حر مش الكل بحب حر. عادي عادي انتي كون نحط. اوكي هاي رح احط بس هالقد طلع علي. لاني بعرف مش الكتار اللي بيحبوا الحر والزنجبيل اللي بس بده بس هو الصراحة بيكمل. هو اللي بيعمل الطعمة. خلاص هاي هيك ما رح نحط اكتر. اوكي ورح ننزل عليهم الخضار. الخضار رح ننزلها بمين اللي بده وقت ليستوي اكتر يعني الجزر. الجزر عنا هو هيك رح ننزل اول اشي الجزر. انا حاسة هيك الكمية على قد اللي أنا حاطتهم ابني كتار. ولا نحطهم كلهم حاستهم كتار يعني خلص. لسه أنت عارفة أنه عندك ملفوف وعندك ما هو حتى يوسعوا كلهم بالوك. فهي هيك قلبناهم مع بعض. هلأ الجزر بكون شوي أخذ لون. هلأ بالصيني من الأشياء اللي كتير كتير مهمة إنكم دائما تطبقوها لما بتكون تعملوا إشي صيني إنه تكون المقلاي تبعتكم كتير حامية. هذا أهم إشي. ونضلنا لما بنحرك هيك ناخذ على الاطراف حتى تاخذ حر تاخذ الحماوه او يعني الحم من الحراره من كل الجهات. فهي رح نحطهم هيك. اذا كان الغاز عندكم مش كتير حامي رح تصفي عم تنسلق سلق الخضره عشان هيك مهم كتير انها تكون حاميه. هلا رح انزل كمان فلفله خضراء كفيها هالقد وفلفله صفراء هيهم. هلا اللي حلو اليوم باكلاتنا فانيتا انهم نفس المكونات انا مستعملتهم بالاكله ومستعمله جزء منهم كمان بالسلطه. فاحنا كله مع بعض اليوم يعني نفس النكهات بيك. ايوه صح. لا وحلو دائما ست البيت لما بدها تعمل شيء يعني يكون نفس الثيم ويكون تقريبا نفس المكونات صح. يعني تشتري الفلفله اذا مثلا عليها سعر خاص او شيء بيخطر على باله الواحد دائما انه بدي اجيب شيء اعمل منه الاكلتي واعمل منه سلطتي كل شيء. انا صراحه نقطه ضعفي بهذا النودلز اللي يعني ما بتكون بكل المحلات صراحه شفهانيا اللي هي ترياكي صوص. يا الله شو انا نقطه ضعفي انه تكون في ترياكي صوص بالنودلز نقطه ضعفي. كثير طيبه بتعطي نكهه كثير زاكيه للنودلز. للنودلز مزبوط. هلا انا على هوا على قد النودلز اللي عندي هو الوك. انا هلا عم بطلع على لاني عندي وحده اكبر من بس الملفوف. نعم مش طنجره ملفوف. نعم فالملفوفات كتار امبارح تشجعت انا فرمتهم كلهم. بس قولي الملفوف اكثر شيء بتطبخ وبدبل بدبل بالضبط صح. فما ما بياخذ كثير مساحه. مزبوط صح. خلص هي هيك اوكي. طيب انا عم بشوف وليد العباسي عم بقول بيعمل هوت شوكليت مكسيكي بالشوكولاته الدارك وحليب الجوز حليب جوز الهند سوري والميبل سيرب وبحط لمسه فلفل حار. صح مزبوط هيك بيعملوه بالمكسيك. اكيد مكسيكي بده يكون. بحطوا فيه حار وكثير زاكي. انا اول مره دقت شوكولاته اللي كان معاها الحر كان معها فلفله حمراء تخيلي حره
وقتها كانت يمكن من شيء 12 سنة واستغربت وقتها. فعم بحكي مع الشخص اللي جايبهم يعني هي الشركة له كانت، فعم بحكي لي إنه إحنا لأنه بالمكسيك دائما بكون في معاهم يعني دخلوا حر، تخيلي يعني إحنا مو متعودين، مش كتير منقلب هاي الطعمة بالضبط، غريب. هلا هيك زي ما انتم شايفين بدو يتطبخوا، رح انزل عليهم الترياكي صوص. هيهم طعمه الصوص. هلا بدنا نعرف احنا بس نضيف الترياكي صوص انه رح يبدو يدبلوا اكثر الخضار. في ناس بتحب تحط عليهم ملح سنيني وهي بتقلبهم، بس انا مش كثير بحبه لانه في ماده شوي مؤذيه اللي هي الام اس جي، مونوسوديوم جلوتاميت. فانا بفضل انه يعني انا بعرف انها موجوده بالصويا صوص كمان، بس قد ما نقدر نقلل من وجودها بالاكل الصيني بكون احسن. حلو، فهيهم هيك بدوا يتدبلوا. هلا شوي بننزل عليهم، لسه بدهم شوي صح. انت كيف بتحبيه فانيستا؟ بتحبيه في قرشه صغيره ولا بتحبيه؟ لا بحب القرشه شوي زي يعني انت هو هيك اصلا اصوله، لازم تكون هيك صح، هي هيك اصوله 100%. طيب شوفي لنا هالمسج الحلوة شف هانيا، بتقول لك رشا الزعبي أول إشي تحياتنا لإلها. أهلا فيكي يا رشا. بتقول تحيات ممزوجة بباقة من المحبة لكل من يصنع الأمل ولوحة الجمال أمامنا لنكمل يومنا بكل تفاؤل. شكرا لإلك يا رشا. يا رشا شكرا كثير لإلك. شكرا. وروان تسألك سؤال شف هانيا، تحياتنا لإلك أول إشي يا روان. روان سال أبو سالم بتقول وصفتك للكعك الفلسطيني بدون سكر ما بطلع دلع؟ هي هيك هذا سؤال، ما بطلع دلع. هو المفروض بدون سكر ما يطلع دلع، هو اذا حط له سكر بتحسي هو رح يطلع كثير ضابط، لانه انت الحلاوه رح تاخذيها من التمر نفسه، فما بدك تضيفي عليه سكر ابدا. يعني انا هيك بعمله الصراحه، بحسه كثير اطيب. هي هيك نعمل ونحربكهم حتى ياخذوا طعمه مع بعض من كل الجهات. وزي ما حكينا زي ما اتفقنا لازم يكون عندكم الغاز اكثر شيء حامي. والله حاسه حالي بمطعم هيك صيني صح، مع الواكم مع التقليبه هاي اللي عم تقلبيها شف هانيا. انا كثير بحب الاكل الصيني، يعني من الاشياء العالميه اللي بحبها الصراحه هو المطبخ الصيني. وانا هاي المرحله تحديدا اللي انت عم تعمليها هي اكثر مرحله بتغلبني. هي بتغلبني صح مزبوط، لانه ما بتقدر تدخلي كل الخضره جوا جوا بالضبط. هي مشان هيك بنتا انا بترك اضافه النودلز والصويا صوص. انا مستعمله اليوم قليله الصوديوم، بتركها لهون عشان هي هلا بس نحطهم بده يتخلطوا مع بعض مزبوط عندنا. هلا رح ارجع اخلطهم منيح، وزي ما حكينا الترياكي صوص مع الصويا صوص، وهلا رح احط عليهم شويه زيت سمسم، كثير رح يعطيني افكت عظيم. تمام، شايفين ما احلاهم صراحه. شو الغزل اللي عم بتغزلوا فينا شف هانيا؟ يعني بتغزلوا بوصفاتك قاعدين، يعني عن جد بشهوا، يعني هالمنظر اللي احنا شايفينه قدامنا يستحق الغزل 100%. ما شاء الله عليكم جد. ياد مثلا عم بقولنا بمسي علينا، بقول مسا الورد عليكم بنت الانيقه والشف المبدعه هانيا، كل عام وانت بألف خير. شكرا يا ياد. شكرا لك يا ياد. روان بتقول بناسبك مرحبا بمليون ريال. واو حبيبتنا يا روان، تحياتنا لك كمان. وليد نمري كمان تحياتنا لك بيمسي علينا. شوف هانيا راما عم تطلب انه ترجعي تعيدي وصفه النودلز اذا بتقدري. طيب نحكي بسرعه بدانا قبل ما نطلع الفاصل. يلا أوكي. هلا النودلز اللي عملناهم اليوم عملناهم مع خضار ودجاج. رح نقسمهم لثلاث مراحل. عندنا الدجاج، بدنا دجاج صدر مسحب من الوطنيه، قطعته مربعات حطيته بشويه طحين وقليته. فيكم كان انه تحطوا له قبل رشه ملح وفلفل اسود وهيك. هاد بالنسبة للدجاج قليناه حطيناه يتصفى. هلأ بالنسبة للنودلز على هواء اللي مكتوب عندكم على علبة التعليمات، أنا اليوم مستعملة النودلز اللي بالبيض، فبس حطيت عليهم مي مغلية وبعدين كبيت المي عنهم وتركتهم بالمصفاي، يعني بس يدوب 3-4 دقايق. بعدين بالنسبة للخضار قلبت أول إشي زنجبيل التوم وقلبتهم مع بعض، بعدين ضفت عليهم الجزر والملفوف والفليفلة، وبعدين ضفنا الدجاج والصويا صوص والترياكي صوص. اوكي تمام يا راما، وصلت يا راما. وكمان بدي ارجع اذكركم انه احنا بعد ما تخلص الحلقه ويخلص اللايف تقدروا تعيدوا الحلقه للدقائق اللي بدكم اياها وترجعوا تشوفوا الوصفات كلها كامله. طيب شوف هانيا رح نطلع لفاصل صغير، يلا ومن بعدها بنرجع. هي زيت السمسم.
يلا من بعد الفاصل رجعنا معكم لنكمل حلقه صحتين وهنا. وشفتوا الوصفه الاولى جهزت وبتشهي صراحه وبتشهي وريحتها بتجنن، ريحتها كثير زاكيه. اسمع عن جد دائما حطوا ترياكي صوص مع النودلز لانه بغير الطعمه تماما. صح مزبوط، بيعملوا شيء ثاني هيك بياخذوكم على محل ثاني بالضبط. بياخذوا الطعمه لمكان ثاني. هاي انا رح احطهم هيك، طلع الدجاج لانه نزل تحت. هاي رح نرجع نحطهم هيك ونحط بقيه الدجاجات كمان عليهم السخنين اللي بيشهوا. هلا بياخذوا الطعمه كلهم من بعضهم اكيد. ممتاز، اكله معتبره. وهلا الصراحه وقتها بالبرد وبالهيك كثير زاكيه، خصوصا انك عمليتها حر يعني بتدفي مزبوط. هاي ورح نحط عليهم بصل اخضر هاي هون، ونحط كمان سمسم. اوكي هاي السمسم المحمص تمام. يعني هاي لازم اي شيء بدكم تنهوا فيه اكل صيني يعني تنهوا بهاي الطريقه. هاي رح نحط هيك شوي للي بيحب الحر بالنص. حلو. طيب شوف هاني ايش الوصفه هلا اللي وراها. اللي وراها بدنا نروح على السلطه المانجا التايلنديه. اوكي معناته نطلع لناخذ المقادير. يلا سلطه المانجا التايلنديه عندنا حبه مانجا مقطعه شرائح طويله، كوبين فليفل ملونة مقطعة طويل، بصل أخضر، زنجبيل مفروم، فستق سوداني أو فول سوداني، سمسم. وللصلصة بدنا معلقتين كبار خل بلسمك، 4 معالق كبار زيت زيتون، معلقة كبيرة زيت سمسم، ومعلقتين كبار صلصة طحينية، وعنا كمان معلقتين كبار صلصة سويت أنشلي. ملفوف 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 ملفوف. هلا هي ما فيها ملفوف، انا زدت لها ملفوف ملفوف يعني انا فرمت منيح من الملفوف. بس زاكي بتقدروا تحطوا معاها، اكيد بتقدروا لانه كثير زاكي معاها. هلا برضه رح نحط فيها زي ما حكينا فلفله مقطعه. هاي السلطه يعني خرافيه الصراحه، ما رح اقدر انا اقاومها صراحه. ما هي انا توقعت انك انت تحبيها كمان. وهلا هاي رح نستعمل فيها اما خل بلسمك او خل الرز. اوكي بس خل الرز يعني بتلاقوه موجود بالسوبر ماركت بكل بساطه وسهوله. صح، الحلو هلا بكل الهايبر ماركت والسوبر ماركت بتلاقي في سكشن خصوصي للتشاينيز وللسوشي. مزبوط، فبتلاقوه موجود من بينهم كلياتهم، وسعره كمان يعني قريب على سعر الخل العادي. هلا هو ايش بيفرق خل الرز؟ انه بتحسوا هيك فيه طعمه شوي مختلفه. شوي هاي هي، بس اللي بياكل تشاينيز واللي بياكل سوشي تعود عليها. مزبوط صح 100%. طيب هلا هي بما انها تايلنديه فهم كثير بدخلوا باكلاتهم، بدخلوا المانجا، بدخلوا البابايا كمان، وكثير زاكي البابايا معاها. وبيستعملوا فيها هاي اللي هي اسمها سويت تشيلي صوص. سويت تشيلي صوص. هلا في شيء يمكن انتم تستغربوا من وجوده اللي هي الطحينيه. طحينيه، انه كيف موجوده طحينيه؟ الطحينيه هم بيحطوا عاده بيطحنوا الفستق السوداني وبياخذوا البينت باتر تبعته. اوكي اللي هي احنا بنسميها زبده الفول السوداني. في بعض المناطق هناك بتايلند برضه بيطحنوا السمسم، وما هم ما بسموه طبعا الطحينيه، هم بسموه سيزمي بيست هيك بسموه. سيزمي بيست. ايوه أوكي. سيزمي بيست هي هيك بسموها، بس احنا عندنا طبعا هي تعادل الطحينه بالضبط. فهدول اللي رح نستعملهم للصوص. هلا زي ما حكينا رح نحط اول شيء ملفوف. هذا ما تروحي برا انت على الصين او على اليابان او على تايلاند بدك تعلميهم اياها. شو سيزمي بيست؟ اكيد بقولهم مين سيزمي بالفعل، بقولهم مين حبيباتي سيزمي بيست هاي هي اللي احنا بنقولها طحينية الزاكية. واحنا معروف عنا بالبلاد حوض البحر الاحمر المتوسط قديش احنا يعني مشهورين بالطحينيه. البحر الابيض، بحر الابيض الاحمر والبحر الاحمر والبحر الابيض المتوسط الاثنين مع بعض، هو يعني قصدي الميديتيريان، الحوض البحر الابيض المتوسط. اوكي طيب هلا رح نحط عليهم الفليفله الحمراء. انا قطعتهم كلهم نفس الحجم. أوكي. حتى يطلعوا كله لابق مع بعضه. وهي رح نحط عليهم الفليفله الخضراء، وكمان رح نحط الفليفله الصفراء. وهلا بتبلش اللوحه الفنيه تبعت الشيف هانيا تبدا تتكون بالفعل. هي هيك
هلا فيها زنجبيل، برجع لكم زنجبيل اذا بتحبوا تضيفوا او لا. انا رح احطه فريش زي ما هو هيك، كثير رح يعطي طعمه زاكي مع المانجا، لانها المانجا حلوه كثير بيعطي طعمه زاكي. واذا حبيتوا فيكم تنقعوه مع الدريسنج تبعتها. هلا بدي اجيب بس زبده صغيره اوكي عشان نخلط فيها الدريسنج. هيها مع الطحينية تبعت زي ما حكينا احنا انه بحطوا السيزمي بيست اللي هي الطحينية. فهي هيك. ام محمد صباغ بتقول لك يسعد اوقاتك، الابداع له اسم هو شيف هانيا. هي مأسكاكي حبيبة قلبي حبيبتي. اليوم الغزل على اصوله اليوم. مأسكاكي حبيبة قلبي. والاجواء بتساعد صراحة. والكل هيك قاعد بالبيت ومكنكن. انا قلت هلا الكل اليوم رح يكون عم بحضر اشياء للغداء. ففكرة وممكن للعشاء كمان. رح انزل عليهم السويت تشيلي صوص اللي هي الفلفل الحلو اللي بيستعملوها عادة، بيعملوا فيها ديبينج للسبرينج رولز كمان. صح. حار حلو. حار وحلو. حطيت نقطة زيت زيتون بس حتى يرخيها. اوكي. ورح نحط زيت سمسم. صلصاتك يعني شيف هانيا الدريسنج اللي بتعمليه هي زاكية الصراحة. قصة. زيت السمسم معهم كتير زاكي جد قصة. وهي الخل. والخل حتى شوي تعرفي انه نكهة الخل والطحينة كتير طيبين مع بعض عن جد. صح، خصوصا لما تحطي معهم شوية ليمون وتعمليهم هيك دريسنج لأي سلطة بتعمليها بالبيت. صح. حتى بتطلع. للسلطات العربية بيطلع زاكي كتير. انا بحبه هيك، له هيك طعمة مميزة. صح. فهي رح نحطهم هيك وخلص هيك نكون خلصنا. خليني احكي لميسون حدادين مثل ورد والفل ياسمين. يا ميسون كل سنه وانت سالمه. ولا كمان فايز دبوبي تحياتنا لك صديقنا فايز بسلم علينا كمان كل سنه وانت سالم يا فايز. وعنا كمان ام نادر تحياتنا لك يا ام نادر. ام نادر الجعبري بتقول يسعد اوقاتكم منورين احلى شف، تحياتي من خليل. الرحمن ووصفات بتجنن. شكرا لك حبيبتي. هاي رح احط هلا جزء من الدريسنج عليهم هيك بس ما بدي اغطي كل الخضار عشان ضلكم شايفينهم. وبعدين رح ابدا ارتب عليهم المانجا. واو يعني هيك الطعمه رح تكون عندكم شوي هيك اشي بحرق على اشي حلو على اشي واو على اشي واو. وهي المانجا اوكي رح اعملها هيك. شوف هانيا بدي اسلم كمان على سوزان قصيص بتقول لنا كل سنه وانتم سالمين لاحلى ثنائي. وانت سالمه والاحفاد سالمين كمان. والاحفاد والاولاد وكلهم كلكم سالمين. كلنا سالم. كلكم سالمين. هي هيك بدي احاول اعملكم فيهم هيك منظر حلوين يكونوا. هي هيك المانجا هلا كمان حلو الصراحه صارت دائما كمان متوفره. مزبوط. طيبة بعدين وطيبة وبتشفي. شوفي هاي الشقفة اللي هون هاي عم تناديكي، سمعتها بتحكي فانيتا انا. سمعتوها. ما بدها تفوت على الصحن. هي ما بدها، هي قاعدة على جنب مو راضية. هلا بدنا نشوف كمان شو ساكية. حلوة كثير حلوة حلوة وفيها لسعة حموضة. هي هيك اذكى شيء بتكون على السلطة. وهي هتقول هلا زي ما انتم شايفين انا حاولت اقطعهم كلهم نفس التقطيعة. هلا بتلاقوني بعد الحلقه اخذت كل المانجا وتركت لكم السلطه. على حسابك. ورح نحط عليهم فستق سوداني زي ما هم بحطوا كمان محمص. ممكن نحط عليهم كمان رشه سمسم. اوكي برضه هيك بتصير خالصه يعني وصفه سريعه وخفيفه وما بدها شيء كمان. اي بتجنن بتشهي. والله بتشهي. دقيقة هاي هيك بس رح اخذ كم من حبة من الخضر عشان تبين عشان يبينوا عشان تكمل أخضر. اللوحة الفنية عشان تكمل بزبط. عشان تكمل تبين انه في اشي اخضر فيها بالضبط. صح؟ هيك كيف يعني انه نحطها كلها هيك صفرة من فوق ما بصير. احنا كمان كلنا متعودين انه العين بتاكل قبل هذا. صح مزبوط. هاي هيك لا ممتازة خالصة عنا بتجنن. يسلم ايديكي شيف هانيا. وايديكي. طيب بتحبي نروح للوصفة الأخيرة ولا فاصل أول؟ فاصل؟ طيب يلا فاصل صغير وبعدها بنكمل. اوكي. Thank you.
وصلنا للفقره اللي بفضلوها الصغار والكبار. هي هاي الهوت شوكليت. طيب احنا هوت شوكليت عندنا مقدسه بالبيت، بحب احكي لكم، لدرجه انه احنا بنحضر اغراضها دائما، لانه ابني باي لحظه يعني هيك بس ممكن يخترع، بيروح وبتفنن، بحط فيها مارشميلوز، بحط فيها اي شيء يعني بلاقيه، بفتح الخزانه بلاقيه بحطه بالهاي. لازم هيك، بس هلا بنصير نحط فيها شويه فلفل حار. على راي وليد نحط فيها فلفل حار. 100% في ناس بتحط عليها رشه قرفه كمان زاكيه كثير، بتعطيها نكهه. هلا اذا بدك تنكيها الهوت شوكليت شفهانيا اظن هيك صح؟ يعني في ناس بحطوا كراميل، كانه في ناس بيعملوها مع جوز الهند، يعني مزبوط. في ناس بنكهوا، انا شفت. وفي ناس كمان كثير هلا بطلت تستعمل الحليب العادي اللي احنا بنستعمله، بيستعملوا مثلا حليب جوز الهند، بيستعملوا حليب اللوز كمان اذا في حدا عنده حساسيه. بس احنا اليوم رح نعملها بالطريقه التقليديه تبعت الحليب العادي، التقليديه والبسيطه مثل والبسيطة. ما حكيتي باول الحلقه. مزبوط. طيب ناخذ مقاديرها اذا. يلا اوكي. يلا للهوت شوكليت بدنا 2.5 أو 2.5 كوب حليب كامل الدسم الكرم، عنا معلقتين كبار سكر، معلقتين كبار كاكاو، كوب شوكولاتة، معلقة صغيرة فانيلا، للتزيين كريمة مخفوقة وبرش شوكولاتة. طب هلا اول شيء رح اعمله، رح احطيت هيني عندي الحليب، رح انزل عليه معلقتين من الكاكاو، يفضل تستعملوا كاكاو لونه غامق يعني وما يكون محلى، يعني بده يكون كاكاو خام عشان احنا نحلي براحتنا، حتى يعني احنا نحلي براحتنا. انا عاده بحط لكل كاسه تقريبا معلقه سكر، مش اكثر، في ناس بتحبه اكثر صراحة. كتير أحسن الكاكاو الخام شفهانية، لأنه يعني ما أعطى لون. مزبوط صح، بيعطيك اللون المزبوط. 100% هلأ أنا كمان حاطة فيها اليوم حبيبات شوكولاتة أو أي شوكولات عندكم إياها، هاي اللي بتكون هيك تزبط إنه تدوبوها بالمايكروويف أو شوكولات شيبس أو هيك إشي، فرح تلزمنا منها. وأنا بحب أحط لها معلقة كتير صغيرة من النشا، يعني هلأ لسه لأنه ما غلى الحليب بقدر أضيف النشا، ورح أسخنها هلأ على سخونتها بس تبدأ تغلي هيك. مزبوط، مننزل عليها حبيبات الشوكولاتة. يلا قولي كنت بدك تحكي إشي. لا والله عم بقرأ ختام النجار، عم بتمسي علينا وبتقولنا دائما بحضركم بحبكم، بس عم بتقول يا رب أربح. إحنا ختام هنا ما في ربح، ما في، ما بعرف على اي برنامج عم تحكي، بس احنا ما عندنا هيك اشي هون. ونورما تحياتنا لإلك كمان بتسلم علينا، ونوال فيومي كمان تحياتنا لإلك، بتقول ابدعتي بالوصفات شفهانيا حبيبتي، وهيها يا ريت لو تعمل مشروب الشوكولاته اللي حكيتي عنه. هيا انا بلشنا فيها هاي المسج، شكلها قبل ما نبلش شكلها هيك. ناديه قرقش، وينك يا ناديه؟ وينك مختفيه كانت ناديه اليوم، مساكي سكر يا ناديه. محمد كمان بتسلم علينا، وعنا بتقولنا منورين مني ومن بنتي لولو، بس ما عرفنا مين اللي عم تبعت لنا، تحياتنا لك كلها بنتك لولو كمان. وهيا كمان بتقول كيف ارجع للوصفه. هيا اول ما يخلص اللايف، انت مش سايلنت، اوكي، اول ما يخلص اللايف ما عرفش من وين بحطوا سايلنت، بس يخلص اللايف بتقدري تحضري الحلقه من اول وجديد، بتقدري تبعتيها مثلا لحدا من قرايبك، لحدا من اخواتك، وبتبقى عندك وعندهم، فهيك بتقدري تحضري الحلقه مره ثانيه وترجعي للوصفه. واذا حطيت لها شير كمان بتضلها عندها على بتضل عندك على الفيسبوك تبعك، تقدري ترجعي لها امتى ما بدك. والحلو احنا المميز عنا بعمان تي في انه بتفتحي على اليوتيوب، لما بتفتحي على الحلقه بكون تحت مكتوب بالتعليقات اللي تحت كل وصفه على اي دقيقه بالضبط بتبدا. بالضبط، بتقدري انت تقدمي توصلي لعند مريحينكم. احنا كمان مريحين دلال، احنا كل اللي بتابعنا بندلله بعمان تي في. ورد كمان تحياتنا لك يا ورد، بتسلم علينا شفهانيا، اهلا وسهلا فيك يا ورد. والكل قاعد عم بقول لك ايش الوصفات الطيبه، الكل عم بتغزل فينا حبيباتي. بتغزل بالوصفات. عروبه تحياتنا لك حبيبتنا، احنا كثير بنحبك كمان يا عروبه، بتحب تعيد حالها بعيد ميلادها اللي كان 1/1/2023. كل سنة وانت سالمة. أنا أعز صحبات إلي على فكرة عيدهم بواحد مميزين، مواليد أول السنة. بدي أعيد على لينا كمان صاحبتي. طيب هلأ إحنا شايفين بس غلي الحليب عندي وبدأ هيك يصير شوي ثيك، لأني حطيت له معلقة نشا، رح أضيف عليه كل الشوكولاتة اللي حبيبات عشان تعطيه تقل أكثر، دهون أكثر ودهون أكثر وكروش أكثر. نعم
هلا انا بعمل خلطه عاده للهوت شوكليت، بعملها بحط كاكاو، بحط طحين، سوري مش طحين، كاكاو وحليب بودره ونشا وسكر، بحطهم بمرطبان عشان اسهل على ابني لما بده يعمل. بصير يغلي مي ويحطها، فيها كاكاو وفيها حليب بودره وفيها نشا وسكر زي ما قلت لكم. يعني عبد الله بس بدي اوجه لك رساله يا عبد الله، الله لا يوصلك لليوم اللي تضطر تعمل فيه دايت، لانه كل هاي الشغلات عم بعمل بعمل. هو هلا مجنني، هو هلا داخل لي تايب فارس قاعد واللي بالضبط. انا بقول لك ما في لك فارس نو ما رح نحط لك. لا خلص هي هم هيك تقريبا انها دابت، خليهم حلوين هم. وين رايح؟ انزل 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 راح. خلص اوكي، عم شايفين خلص اوكي، ما حدا شاف. لا ولا حدا شاف صح؟ ولا حدا منكم شاف. وليد عباسي بيقول لك الحلقة بتدفي عن بعد. اه والله هاي حلوة الصراحة يا وليد. عن جد حلوة وليد. يعني الغاز مطفي وكله مطفي، مش بس ما هو بضله حامي، هذا غاز الكهرباء هاي مشكلته. صح. بيبقى حامي لوقت طويل. مزبوط صح. هي هيك بس نقيمهم. خليكم معي هون، ارجعوا. ارجعوا ارجعوا لفنتا لو سمحتوا. تعالوا لكم المشكله، المهم صعب يرجعوا لي. كان زمان بس الخلاط صار هلا تتعلم منه الغاز. ملاحظه انت؟ هو هاي قصه خلص. انسي موضوع شف حامي. كان زمان بس الخلاط. يلا هلا هيك هي اصلا انا بدي اياها تبرد شوي صغيره عشان بدي احط عليها الكريمه، فبدي تضلها متماسكه على الوجه، فعادي انها هيك عملت. بس شو ريحه الشوكولاته؟ يا سلام يا سلام. عبت الدنيا عن جد. يلا هلا رح اخذ الكوب الشاي. نوال قصدها عن مشروب شوكولاته الحار. لا نوال الحار. احنا مش عم نعمل حار اليوم. بس نوال زي ما حكينا احنا، بتقدري انك تحطي فيه رشه قرفه، بتقدري تحطي فيه فلفل حار، يا بتكوني مقطعتيه كثير صغير، يا بتحطي القرن زي ما هو بتقيمي منه البذور وبتحطيه مع الشوكولاته وانت بتذوبيهم. بعدين بترجعي بالاخر بتقيمي، فبيعطي طعمه الحار. اغليه مع الحليب. ايوه مش حار، بحرركم. بحر على الاخر بصير. بالضبط، لاسبوع بتضلكم محرورين بالفعل. احمد تيسير تحياتنا لك، بقول يعطيكم العافيه احلى الله وصفات. الله يعافيك الله يعافيك. وعايده بتقول طلبت عمل مربى السفرجل. مزبوط صح صح بتذكر والله مربى خلص السفرجل. ان شاء الله قصة. ومبارح في ناس طلبوا مني الزلابيا كمان. كمان قالوا لي بدهم الزلابيا. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. اعطيك الكاسات شوفاني اذا سمحتي. حاضر عشان نخلص الوصفات. هينا اليوم دانا سريعين معاكي صح؟ منيح سمعنا صوتك ست احلى دانا. ست دانا منيح سمعنا صوتك حبيبتي. طيب دانا بدنا نعيد عليها عشان راس السنه والسنه الجديده، قصدي راس السنه والسنه الجديده. مش شكلها كثير حابه السنه الجديده اليوم هيك. الا اليوم هي بس يمكن هي مش هي عشان ما بتحب الطقس. انا بفهمها دانا ما بتحب هذا الطقس. 100% هيك هي لازم تبرد شوي قبل ما نبدا نحط عليها الكريمه. فينا نستعمل الكاسرول اللي بتكون فيها اللي بتصب. لها في مجال انها تصب في منهم لانه بتخاطري. رح اخاطر هيني. كله مخاطرات بعد المخاطرة اللي صارت على الفعل بعد الغاز. هات يا املك هاي ولا بهمنا احنا. أوكي. من مستمرين دايما والله. كلنا بالبيت بصير معانا ايام مقالب الصراحة دايما. هذا الوضع الطبيعي بالضبط. زي ما انتم شايفين عطوني 3 مقات. اوكي هلأ لو فينا كان نقدر نستناها شوي تبرد ولا ايش؟ بس لتبرد شوي صغيرة يعني. لا رح تغوص يعني الكريمة رح تغوص. هي رح تغوص هيها. شوفي انت خلص حطيها خلص. هي هيك. ورح نكسر فوقها الشوكولاته فاختفت رح تبين الكريمة. حلوه رح تختفي تماما. زي ما انتم شايفين هي هيك بتكون رح تختفي تماما. هي الكريمه خلص انتم عارفين. للنكهه بس. ما هي بس للنكهه، مرات للشكل حسب الوضع. بس هي زي ما حكينا هي كنكهه بتعطي. بس هيك هي هدول زبطين. هي هدول تماسكوا اكثر. احسن نكسر عليهم الشوكولاته ونغرقها ونغرقها. نعمل عمليه تغريق للشوكولاته. اوكي خلاص هيها هيك صارت عنا. حاضر حاضر يا دانا حاضر. طيب يلا وهيك بنكون خلصنا. دقيقه هي هيك. الله. وزي ما حكينا حطوا رشه قرفه وادعوا لي الصراحه كثير زاكيه القرفه معاها. رح نحط هيك الشوكولاته. اوكي
عشان يبينوا انهم هي شوكولاته شوكليت هي هاي. يسلموا ايديك يا شفهاني على وصفات أديكي. اليوم نذكر بالوصفات مرة تانية. اليوم عملنا النودلز مع الدجاج والخضار تشوميام بيقولوا لها، وعملنا كمان سلطة تايلندية بالمانجا وبصلصة مميزة جدا، وعملنا كمان بهالأجواء الهوت شوكليت أو شراب الشوكولا الداكن اللي بشهي. إن شاء الله يكونوا عجبكم. كالعادة دائماً أبدعتي بوصفاتك شفهانية، وشكراً كثير لكل جديد بتقدمي لنا إياه مثل العادة حبيبتي. وأكيد شكراً لكل اللي تابعونا اليوم بحلقتنا، وإحنا إن شاء الله أكيد نشوفكم بكرة بحلقة جديدة. باي باي, باي, باي.